قم بتبسيط نسبة علب المياه الغازية مقارنة بالأشخاص. إذا هذه النسبة هنا تقول أن لدينا 92 علبة مياه غازية لكل 28 شخص. ما نريد فعله هو تبسيطها، وفي الحقيقة نضع هذه النسبة أو هذا الكسر في أبسط صورة. إن الطريقة الأفضل لفعل ذلك هي عن طريق إيجاد العدد الأكبر أو العامل المشترك الأكبر لكل من 92 و28 وتقسيم كل من هذين العددين على هذا العامل المشترك. دعونا نجد ما هو، ولكي نقوم بذلك دعونا نأخذ التحليل للعوامل الأولية ل92، وبعدها سنأخذ التحليل للعوامل الأولية ل28. إذا 92 عبارة عن 2 ضرب 46، والتي هي 2 ضرب 23، و23 عدد أولي، لذا انتهينا. 92 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 23، وإذا حللنا 28 إلى عوامله الأولية، 28 عبارة عن 2 ضرب 14، والتي هي 2 ضرب 7. إذا نستطيع إعادة كتابة 92 علبة مياه غازية كالتالي: 2 ضرب 2 ضرب 23 علبة مياه غازية لكل 2 ضرب 2 ضرب 7 أشخاص. لكل 2 ضرب 2 ضرب 7 أشخاص. الآن كل من هذين العددين يحتوي على 2 ضرب 2، أو أن كلاهما يقبلان القسمة على 4. هذا هو عاملهما المشترك الأكبر، لذا دعونا نقسم كل من العدد العلوي والعدد السفلي على 4. إذا قسمت العدد الأعلى على 4 أو إذا قسمته على 2 ضرب 2 سيتم حذفه هنا. ثم إذا قسمت العدد الأسفل على 4 أو 2 ضرب 2 فسوف يحذف مع هذه 2 ضرب 2، ويتبقى لدينا 23 علبة مياه غازية لكل 7 أشخاص، أو 7 أشخاص لكل 23 علبة مياه غازية، وانتهينا. لقد قمنا بتبسيط معدل العلب أو نسب علب المياه الغازية مقارنة بالأشخاص. أعتقد أنهم يعتبرون هذا معدل، يقولون كم سرعة استهلاك 7 أشخاص لعلب المياه الغازية خلال فترة ما، أو يمكنك أن تعتبرها النسبة.